من المعيب أن تكون في مدينة رجال ومدينة مثل مدينة الأعظمية آلاف بطاقات الناخبين إلى الآن في مراكز الاقتراع، وستسحب يوم 15. هذه البطاقات ربما ستزور باسمك، وتكون أنت من حيث لا تشعر مساهم في صعود الفاسدين والمفسدين، وبالتالي ستحاسب لأنك مسؤول عما تفعل. وحفاظكم على هوية مجتمعكم وعلى هوية مدينتكم من أوجب الواجبات، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وصوتك بمثابة شهادة. بيع الأصوات وبيع بطاقات الناخبين لا يجوز، وشهادتك لشخص دفع مالاً أو لشخص ثبت فساده أو لشخص ثبت أن أجندته تريد دمار هذا البلد هي شهادة زور. إن الانتخابات القادمة هي انتخابات مناطقية، فهذه المدينة التي حباها الله عز وجل بتأريخ عريق وبنعم كريمة كبيرة، ولا أريد أن أزايد على أحد منكم، فأنتم أهلها وأهل التأريخ، وأنتم وأسلافكم من صنع تأريخها. رسالتي لكم ألا تسمعوا لأصوات النشاز تحثكم على المقاطعة، لأن من يحث على المقاطعة إما مدفوع مأجور وإما لا يفقه في وضعنا شيئاً، وهو مخلص ولكنه يخدم بصوته هذا أولئك المدفوعون والمأجورون.